السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدجز منور تدريب كلاب البحيرة كابتن بلو. النهاردة يا جماعة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، وكانت ناس كتير بتسألنا على القناة بتاعتنا في التعليقات وحابة تستفسر، بس احنا ما إلا جمعنا الأسئلة وكمان على قد ما نقدر ان احنا هنرد عليكم وعلى قد معرفتنا. في ناس كتير بتسال يا جماعه ايه الفرق يا كابتن، انا عايز نربي كلب جيرمان وانا عايز نربي كلب هاسكي، طب ايه الفرق ما بين الهاسكي والجيرمان؟ او هو حابب ان هو يسال، يعني اللي كاتب التعليق بيسال بيقول ايه الفرق ما بين الهاسكي والجيرمان عشان انا حابب نربي كلاب، فانا محتار ما بين الاثنين، ايه رايك في ده وده؟ اولا احب اعرفك الكلاب كلها عامة كل كلب ليه سلوك معين او كل كلب ليه طبيعة معينة، فالمفروض ان انت بتبقى فاهم طبيعة ده ايه وطبيعة ده ايه قبل ما تروح تشتريه وتربيه، علشان ما تربوش وترجع تندم ان انت اشتريته، او تشوف نوع تاني قدامك مع حد من صحابك وترجع تقول يا ريتني ما اشتريت ده كنت جبت ده، اصبح ان انت كده يعني هتبقى نفسيتك مش مظبوطة من ناحية الكلب، هتأثر مع هتجوعه الكلام ده كله، فاعرف انت بتشتري ايه قبل، اعرف انت عايز ايه قبل ما تشتري، واعرف انت حابب ايه علشان تربيه. الهاسكي حاجه والجيرمان باب تاني خالص يا جماعه، يعني ده باب وده باب. طيب ايه الهاسكي؟ الهاسكي كلب معروف ان هو كلب من ضمن الكلاب الجليديه ومن ضمن الكلاب اللي ما بتحبش الحر دايما، تمام، من ضمن الكلاب اللي بتفضل الرطوبه في المكان اللي هي قاعده فيه، كمان كلاب يعني طبعها مش شرس زي الكلاب الجيرمان. الكلاب الجيرمان دي معروفة ان هي كلاب مؤهلة للحراسة، كلاب مخها سريع في التركيز، عندها فهم سريع مش زي الهاسكي، الهاسكي مستواه في الفهم مش زي الجيرمان طبعا اقل، هو كشكل احسن من الجيرمان، يعني كشكل في ناس بتفضل شكله احسن من الجيرمان، ككلب هتربيه في شقة او في بيت فهو افضل من الجيرمان، لان الجيرمان كلب حراسة المفروض ان هو بيتربى في جنينة على سطح في جراج في اماكن زي كده، لكن الكلب الهاسكي ممكن تربيه في شقتك، ممكن تربيه في فيلا، ممكن تربيه في مكان زي ده. كلب الهاسكي لو ربطته في جنينة ولا حاجة ما يقدرش يحرس زيه زي الجيرمان. كلب الجيرمان اسمه كلب احنا بنسميه عندنا في شغلنا كلب فضيحة، كلب لما بيشوف حتى لو ما بيهجمش او مش شرس وبيعض فبيعمل مهرجان او بيعمل سامر، يبدأ يهوهوش كتير، فطبعا يبدأ يلفت نظرك ان في حد غريب في المكان. الكلب الهاسكي مش كده خالص، ما بيهبهبش كتير لكن بيحب يعوي احيانا، تمام. الكلب الهاسكي معروف ان هو طبعا طبيعته بيحب اللعب ويحب التنطيط اكتر من الجيرمان كمان، لان في ناس كانت بتشتكي من الجيرمان وتقول ده مهايبر، الهاسكي يا جماعه على فكره مهايبر اكتر من الجيرمان، تمام. الكلب الجيرمان كلب فيه حب وحنان شويه عن الهاسكي، يعني كلب فيه الفه مع صاحبه عن الهاسكي. الهاسكي طبعه ان هو يعني انا لاحظت فيه في التربيه بتاعته ان هو يعني مندمج مع نفسه شويه، ما بيحبش يختلط شويه، عايز يلعب، عايز يتنطط، عايز يحبك امتى؟ يحبك لو اديته الحريه شويه، يعني لو انت دخلت على كلبك الهاسكي وطلعته ومشيته مش عارف ايه يبدا يحبك من هنا. الكلب الجيرمان بيحبك حتى لو انت عاقبته، الكلب الهاسكي لو عاقبته يبعد عنك شويه ويبقى قلقان منك لفترات طويله. طبعا ده الفرق اللي انا شفته او اللي انا لاحظته ما بين الهاسكي والجيرمان عندي انا في شغلي، لكن في ناس كتير ممكن تكون شايفه فروقات تانيه، ممكن تتابع على اليوتيوب تعرف من قنوات تانيه برضو تاخد منها معلومات، يعني لما ناخد معلومه من عند ابو نور، معلومه من هنا، معلومه من هنا، يبقى انا استفدت وفي الاخر رجحت يا ترى هنربي ايه ويا ترى هنربي مين. دي كانت الفكره يا جماعه ما بين الجيرمان والهاسكي. انا عن نفسي بنحب الجيرمان، انا عن نفسي تفضيلي للكلب الجيرمان كتدريبات كرعايه كتربيه كانتاج منه، لكن الكلب الهاسكي طبعا في ناس كتير بتفضله وممكن ينتج سلالات احسن مني انا شخصيا، تمام. طبعا ده الفرق ما بين ده وما بين ده. في الاخر يا رب نكون انا افدت صاحب التعليق ده ووصلت له الفكره ووصلت له المعلومه. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.